السلام عليكم. احنا شغالين ساعات بنحتاج ان احنا ناخد سيكشن في الشغل بتاعنا، فادوس ان رايت كليك واقول له كاتنج بلانس، واقول له كاتنج بلان اكس او واي او زد. بعد كده ادوس على اي مكان في مساحة الشغل اقدر احرك واشوف السيكشن بتاعي في سلاسل الابعاد بالشكل دوت، وتقدر تدوس على الكرة الصغيرة ديت وتنقله مطرح ما انت عايز بالشكل دوت، وتقدر تاخد اي سيكشن تعدل فيه، تعمل روتيشن زي ما انت شايف، تمام. وتقدر تخلي فيه اكتر من كاتنج بلان. يعني لو دوست مرة تانية اقول له كاتنج بلان هتلاقي نيو كاتنج بلان، اقول له طب انا عايز واحد كمان في الزد مثلا، فيبدأ يضيفهولك وتقدر تتحكم اكتر زي ما انت شايف، تمام. وفي طريقة تانية ان انا هروح للفور دي ريفيو واقول له انا عايز كاتنج بلان اكس او واي او زد زي ما انت عايز، يضيف لك واحد كمان بالشكل دوت لو انت عايز تاخد اكتر من سكشن. ولو انت عايز تلغي سكشن هتدوس هنا رايت كليك وتقول له كاتنج بلان، هتلاقي التلاتة موجودين فتقدر تخفيهم واحد واحد. وفي اي وقت تدوس عليهم تاني يتفعلوا وتقدر تشتغل بيهم بدون اي مشاكل خالص. ممكن انت تيجي من هنا تقول له انا عايز اشوف الشكل بتاعي من الفرونت او من باك او من التوب او من البوتوم او ليفت او رايت او من المكعب دوت، تقدر تختار اي واحدة فيهم زي ما انت عايز.